جدومة. ولا ضربة بجدومة اليوم في الرياض المؤخر. في الرياض المؤخر تداولت عديد المواقع الاجتماعية وخاصة الجرائد الجزائرية التصريحات نصبت لوزير البيئة في الرياض المؤخر قال فيها خلال ندوة هذية اللي كنا نحكي عليها في روما أنه يفضل القول بأن تونس تقع تحت إيطاليا على القول بأنها بجانب الجزائر البلد الشيوعي وليبيا البلد الذي فيه فوضى. انتشرت الحكاية نسمة زملائنا اتصلوا به يا اخي هو قال لو اخرج كلامي عن سياقه وقال فاجاب انه لم بعد ما الطلياني قال انا نسكن في جنوب ايطاليا من البلكون بتاعي نشوف تونس فاجابه هو قال لما كان طالبا في امريكا كان يضطر للقول بان تونس تقع تحت ايطاليا لان الامريكيين يعتقدون ان الجزائر بلد شيوعي ولا يعرفون ليبيا الا عبر القذافي مضيفا عندما اقول لهم ان تونس تقع في افريقيا يسالوني دائما لماذا لون بشرتي ليس اسود واكد ان هذه التصريحات كانت في اطار المزحه. أنا نقول له رب عذر أقبح من ذنب أولا. ثانيا هنا أنا عندي الانترفونسيون بتاعه بكلها في السيت هذايا خرج طلياني وتبعتها ونلقاها في دقيقة 30 يقول الكلام هذا. الساعة ما تمزحش بالجزائر وبليبيا وعلاش انت هذا مزحة ركيكة زايدة هي اللقاء هذا يا سيدي هاو فيه 3 إكلك معناها نتبع فيه وشفته في دقيقة 30 بين الثاني والثالث خذا فيها 3 سوايع و46 دقيقة و43 ثانية قال الكلام هذا. اولا وقتاش الجزائر اعتبرت بلد شيوعي؟ بالله ذكرني عمرها ما اعتبرت بلد شيوعي حتى من طرف الامريكان. لاش بد عليها بوش الابن للاب؟ لاش بد عليها حتى شو اسمه هذا كلمات ريغن ولينيونكون عمرهم ما اعتبروا هذا. والجزائريين كانوا عندهم ديما دبلوماسيه قويه والامريكان ساندوا الثوره الجزائريه كما ساندوا الثوره التونسيه ضد الاستعمار الفرنساوي. اولا. ثانيا يا خويا كي تمزح العب بشعرك اعمل حاجه اخرى شد سبحه في يدك اعمل حاجه ألعب خارجة أعمل حاجة لكن ما تجيش تقول الجزائر يعتبروها شيوعي وليبيا هكا وكان تحب نجبدوه المقتطع ونحطوه ونقول له أنت وزير في حكومة ما تعملش هذا. وأنا طلبت اليوم الصباح في إذاعة راديو مان قلت لهم رجاء ما عادش تحكيوا عن الجزائر ما تعرفوش اسكتوا عاملين بسكيت واطلبوا ترخيص وباش قاسم باش قاسم سي ويعرف رئيس الجزائر وغيره تخلقوا لنا في مشاكل وهي المرجوقي كل عام عملنا مشكله مع الجزائر قد الماء مش ليبيا عملنا مشكله قد الماء ورؤساء اخرين عندنا بتاع حكومات يقولوا عملوا لنا مشاكل سي مهدي جمع غيره مع الجزائر صار ما صار اليوم علاش نلعبوا مسائل كيما هكا علما انه الجزائر لم تعتبر ابدا دوله شيوعيه. الجزائر تكون الفكره نتاعها على اساس ابن باديس اللي عمل هيئه المسلمين والليتوال نور افريكان ثم تحول والحزب الشعب هذاك البي بي ان تاع صالح الحاج ثم ليونتيل دي لورغانيزاسيون سكريت ثم بعد جاء لافالين والاعلان وعملوا مؤتمر الصمام واعتبر فكر مسلم تقدمي كما فكر بورقيبه دايور. الجزائر تخضع لفكر ابن باديس عمرهم لا كانوا شيوعيين لا والو. الجزائريين كي تاخذ قيادات جبهه التحرير الوطني كانوا قوميين وطنيين مرابطين مسلمين يمنوا بالمغرب العربي بالامه العربيه والاسلاميه وراديكاليين لهم كما فان فان دونغ وكيو سان فان لهم كما تقول انت شو اسمه جياب لهم كما هوشيمين لهم كما غيره. وبالتالي نقول له رجاء سيد وزير مش المره الاولى الى غاتين اوكازيون دو سوتير كان سكت لو حج ولا كان سكت لو عمل عمره لانه توا وقت عمره مستحب قبل شهر رمضان.